بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صبحكم الله بالخير أينما كنتم. تاريخ اليوم 5/9/2021. الموضوع لهذا اليوم هو كما يظهر في الصورة أنه عن أو هذا الفيديو عن نواة التمر، طريقة زراعتها وفوائدها، طريقة زراعتها، كيف تنتج نخلة ذكرية ونخلة أو نخلة أنثوية، وما يعني كيف سيكون شكل النخلة، المدة التي تنتظرها كي تنتج هذه النخلة التي نتجت من النواة. المهم، من الفوائد نواة التمر. نواة التمر لها فوائد كثيرة. سابقا كانت تستخدم كأعلاف حيوانية، وهي مفيدة جدا للحيوانات كأعلاف، ولكن بعد الاكتشافات الحديثة وجدوا أنه نواة التمر تحتوي على الكثير من المعادن والأملاح غنية. نواة التمر غنية بالصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد. قلنا الزيت ينتج من نواة التمر زيت خاص ولكن بكمية قليلة، وهذا الزيت لا يستخدم للطبخ أو الاستخدام البشري، وإنما يستخدم في مستحضرات التجميل، يستخدم للوجه للشعر، ويدخل في تركيبة بعض مستحضرات التجميل، وهو يعني بعض الشيء غالي ومفيد جدا. طبعا بطرق خاصة ينتج هذا الزيوت، غنية بالأملاح والمعادن، محفزة لجهاز المناعة. هاي النواة طبعا بعد ما تطحن وتعمل مثل القهوة وتشرب باليوم كوب أو كوبين، مدررة للبول، غنية بالبوتاسيوم، غنية بالصوديوم كالسيوم قلنا، غنية بالحديد. إذا شوف كم فائدة نواة التمر. علاج مشاكل العيون والرمد، توضع مثل الكحل، تطحن وتوضع بها بعض المواد. سابقا يستخدموها، يضعون معها بعض المواد وتستخدم للكحل. مدررة للحليب، تحد من البصر، تكافح الميكروبات والبكتيريا، مفيدة لمشاكل اللثة والأسنان والفم، مفيدة للكليتين والحصى وخاصة حصى المرارة، مفيدة لأمراض الجهاز التناسلي، جهاز التناسلي، مقوية جنسي كذلك، مفيدة مسكنة الآلام مفاصل والروماتيزم، مفيدة للربو، مفيدة لتصلب الشرايين. شوف المفاوض الكثيرة، مغذية للشعر وضد تساقط الشعر. إذن هي شوف فوائدها، مغذية للشعر وضد تساقط الشعر. قلنا طريقة زراعة نواة التمر. طريقة زراعة نواة التمر، نواة التمر تحمل نفس جينات النخلة الأم، يعني نخلة البرحي عندما تستخرج النواة من تمر البرحي، النواة تحمل نفس جينات الأم، وكذلك نخلة الإخلاص، نخلة البريم، نخلة الحلاوي، نخلة الساية، أي نخلة النواة تحمل نفس الجينات، ولكن عندما تزرع لا تنتج نفس الخصائص. عندما تزرع لا تنتج نفس خصائص النخلة الأم. عندما تزرع النواة لن تخرج نواة البرحي، لن تخرج نخلة برحي، وعندما تزرع أي نواة من أي نخلة ثانية لا تطلع تخرج نفس الأم 100%. ممكن تخرج مثل يعني مشابهة بعض الشيء 75% 80%، ولكن ليس 100%، مستحيل، يعني النسبة جدا ضعيفة أنه تخرج النواة نفس الأم بالضبط. ممكن أن تخرج أنواع جديدة، أنواع حتى أفضل من الأم، ممكن أن تخرج أنواع حتى أفضل من الأم ولكن لا تخرج نفس الأم. لكن بالمستقبل ممكن الباحثون والمختصون والأجهزة عندما تستحدث وتتطور ممكن أن يجعلوا من نواة التمر مختبريا، طبعا ليس يعني خارج المختبرية، ممكن أن تزرع النواة أو عندما تعالج بعض الأمور وبظروف خاصة ممكن أن النواة تنتج نفس النخلة الأم، مثلما تطور العلم الحديث الآن
ويخرجون ويستخرجون من جمارة النخلة آلاف النخيل المشابهة. من الجمارة يأخذون نخلة ويقطعون الجمارة، هذا النسيج اللي يسمى نسيجي، يأخذون نخلة البرحي ويقطعونها ويستخرجون الجمار مالت نخلة البرحي ويقطعونها إلى شرائح بسيطة ودقيقة مختبريا. المختبر غالي جدا وفي ظروف خاصة وإضافات خاصة، ويخرجون من هذه النخلة آلاف النخيل المشابه للأم. هذا تطور طبعا، سابقا لا يوجد هذا الشيء. إذا أنا أقول ممكن في المستقبل، ممكن في المستقبل أنه النواة عندما يتطور العلم تخرج نفس الأم بعد تعرضها لظروف خاصة ومواد خاصة. إذا عندما تزرع النواة لا تحصل على نواة البرحي، لا تحصل على نخلة برحي، لكن ممكن أن تحصل على نوعية أفضل من النخلة الأم. ولكن نسب، عندما ترمي النواة ترميها في الأرض، بعض النواة يعني يسقط على القفا وبعض النواة يسقط على الوجه. الفلقتين إلى الأعلى، الفتحة إلى الأعلى والفلقتين، هذا هو الوجه. والظهر إذا كان إلى الأعلى هذا هو القفا. إذا سقطت وظهرها إلى الأسفل على الأرض سوف تخرج. طبعا الباحثين والمختصين وبعض أساتذة الجامعات المختصين بهذا الجانب بعد دراسات وبحوث وجدوا أنها عندما تزرع نخلة نواة التمر وظهرها إلى الأسفل وبطنها الفتحة إلى الأعلى سوف تخرج نخلة أنثى، وعندما تزرع وظهرها إلى الأعلى والفتحة إلى الأسفل سوف تخرج نخلة ذكر. إذن يجب أن تزرع يدويا، إذا ردت أن تزرع نوى لازم تضعها يدويا واحدة واحدة والفتحة إلى الأعلى إذا كنت تريد أن تحصل على نخيل إناث. وإذا كنت تريد أن تحصل على نخيل ذكور تضع الظهر إلى الأعلى والفتحة إلى الأسفل، تأخذ مثل يعني تضعها في سنة، إذا أردت أن تزرعها تضعها في سنادين أو في مكان خاص من الأرض مخصص لذلك. ممكن أن تضعها واحدة بجانب الثانية وتزرع حتى تخف عليك العملية، تزرعها في سنادين، السندان الوحدة ممكن بها 10 أو 20 حسب أنت، وبعدين ممكن إذا تطلع أنت تقدر تنقلها بكل سهولة بعد 2 أو 3 أسابيع أو حتى شهر أو أكثر بقليل تنقلها أنت بسهولة. تزرعها بإيدك وتكون الفتحة إلى الأعلى، الفتحة إلى الأعلى والظهر إلى الأسفل، سوف تخرج نخيل أنثوي وليس ذكر. هذه تجاوزت هذه المرحلة وتنتظرها وتنتظرها تخرج، بعدها تحولها إلى الأماكن التي أنت تريد أن تثبتها بها. ممكن أن تزرع 20 في هذه السندانة الصغيرة، 20 نواة في هذه السندانة الصغيرة، وممكن أن تزرع نواة واحدة، الأمر تابع لك. المهم قلنا هذه طريقة زراعة النواة حتى تنتج نخيل إناث، وأنت بعدها تنتظر، لكن يجب أن تزرع الأنواع الجيدة من النواة، تحضر الأنواع الجيدة من النخيل، لا تزرع الأنواع الرديئة. الأنواع الرديئة احتمالية كبيرة تنتج أنواع رديئة، والأنواع الجيدة احتمالية كبيرة تنتج أنواع جيدة وقريبة بالشكل إلى الأم. ازرع الأنواع الجيدة فقط ولا تعتمد على الشتلات النخيل اللي متساقطة من النخلة أثناء فترة وجود التمر أو الرطب يعني خرجت لوحدها، لا تعتمد عليها، ازرع أنت بنفسك، لأن ما راح تعرفها أنثى ولا ذكر، وممكن أن تكون نخلة رديئة. ازرع الأنواع الجيدة، جمع الأنواع الجيدة، اذهب إلى السوق واشتري كيلو من الأنواع الجيدة موجودة وجمع النوى مالتها وازرعها بهذه الطريقة، سوف تحصل على نخيل أنثوي وممكن أن ينتج لك أنواع جيدة جدا وحتى أفضل من الأم. الفترة
فترة النمو راح طبعا النواة راح تكون يعني من البيئة نفسها راح تكون قوية أفضل من النسيجي وأفضل حتى من النخلة الأم. النواة اللي أنتجت في البيئة يعني زرعتها كنواة، النخلة التي زرعتها كنواة راح تكون قوية ملائمة للبيئة وأفضل من أقوى من النسيجي لأنها زرعت في نفس بيئتها وأخرجت من نواة، تتحمل ظروف، تتحمل أمراض، تتحمل أمراض فطرية جرثومية، تتحمل يعني إصابات ممكن يعني عندها مقاومة للبيئة، عندها لديها مقاومة للبيئة. فازرع النواة من الأنواع الجيدة وسوف تحصل على أنواع جيدة وأنثوية بهذه الطريقة، وممكن أن تنتظر 3 سنوات ممكن أن تنتج النواة، ممكن أن تنتظر 8 سنوات و10 سنوات و12 سنة حتى تنتج هذه النواة وتصبح نخلة. يعني ممكن تصير نخلة كبيرة طويلة، أصبر عليها، أصبر ولا تقطعها، سنة سنتين إذا كان لديك صبر ازرع نواة، وإذا لا وإذا لم يكن لديك صبر فلا تزرع النواة. هذا موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى أنه تكون استفاديته. طبعا أنا هنا شفتوا شلون خليت يعني شلون الطريقة اللي زرعت بها النواة جمعتها، أرجو أن استفاديته من هذا الموضوع رغم أنه موضوع مبسط. أتمنى لكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.